السلام عليكم خاوتي، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد. مالك جرماني كيقول لك صباح الخير عليكم، معناتها راهي 6 تاع العشيه. هذا وانا راح نخدمو. بو خاوتي، رانا في مدينه بون من المانيا، وكما راكم تشوفوا الطريق راهي فارغه. الطريق هذه خاوتي تربط بين بون وكولن، يعني طريق ولائي ماشي اوتورود. وشنو هالطريق معمره بالكومبرومو هاد الوقت في ليامات نورمال، مي دوكا راكم تشوفوا فيها فارغه. هذا هو ستاد تاع بون اللي يتبع البالو، بون اس سي يعني ليكيب تاع البالو تاع بون. دونك خاوتي علاش حكيت لكم على بون وعلاش راني نهضر لكم على بون؟ بون كانت بكري هي العاصمه تاع الالمان. العاصمه تاع الالمان يعني كانت فيها كاع لي زومباسات، منهم لومباسات تاع الجزائر كانت هنايا في بون. بزاف لي زومباسات كانوا هنايا في بون، واي عاصمه راح تلقى فيها مستشفيات بزاف، راح تلقى فيها بزاف قطاعات يعني اللي ما يكونوش في مدن واحده اخرى. العاصمه كما على بالنا دركا هي برلين. وشنو بون؟ بقاو فيها بزاف حوايج اللي كانوا من وقت يعني من نهار كانت بون عاصمه. بون علاش نحبها انا خاوتي؟ باسكو بون يعني فيها كاع المرافق اللي كاينين في عاصمه وماهيش عاصمه، يعني مدينه عاديه كيفها كيف كاع المدن. واليوم وصلت الطياره من طليان، جابوا فيها الناس مرض يعني غراف بالكورونا، جابوهم لهنا لمدينه بون. الناس اللي راهم يجيبوا فيهم من طليان خاوتي، المانيا اللي راهي تجيب الناس اللي راهي تجيب فيهم من طليان. المانيا ما راهيش تجيب نامبورت لوكي، يعني اي واحد راه مريض بالكورونا راهي تجيبوا لهنا للالمان. الالمان راهي تعاون في الطليان في الناس اللي كا غراف. يعني شوفوا خاوتي، المشكل تاع الكورونا هذا وراوش وكتاش البلاد تعجز. وانا علاش نخاف؟ ونقول لكم نخاف في الجزائر يصرى كيما الطليان. علاش خاوتي؟ طليان ايطاليا، تقول ايطاليا ما راكش تقول يعني الموزمبيق ولا تقول ايطاليا، راك تقول بلد اوروبي، بلد متحضر. ايطاليا دوكا شغل داروا اللي عليهم داروا، دوكا وصلوا لواحد الكا ما كاش كيكون واحد كوما. عباكم خاوتي بزاف عباد مازال ما يفرقش بين سرير الانعاش وسرير في المستشفى. سرير الانعاش خاوتي تقدر تلقى في ولايه كومبلي تلقى 8 كوما، برك 8 سرة تاع كوما. يعني لو كان دير صرا بعيد شر اكسيدون اللي يتقاس فيها 50 واحد 60 واحد غراف، ما يلقاوش واش يديروا لهم، يولوا يبعثوا فيه الوهران، واحد يبعثوه تلمسان. فهمتوا كيفاش خاوتي؟ دونك سرير الانعاش هو المشكل الكبير تاع هذا المرض. والطليان خاوتي خلاصوا لها أسرة الانعاش، يعني كي طيح لها واحد كوما، عباك خاوتي كوما معناتها لازم يعيش بالمواشن، لازم يريسبيري بالماشينة، يعني كوما، يعني كل واحد فيكم يعرف شو معناتها كوما. دونك أسرة الانعاش خلاصوا في الطليان ما كانش. والالمان دركا راهي تجيب كيما نقولوا حنايا اللي غراف، فهمتني؟ اللي غراف يعني اللي صاي ما كاش كيفاش ما كاش وين يريحوا في الطليان، اجيبهم بالطيارات، اجيبهم لهنا للالمان. كيما اليوم المدينه هذه مدينه بون جابوا ناس مرض بالكورونا، جابوهم من الطليان. والحمد لله ما شفناش بس كاين بزاف بلدان خاوتي، البلاد اللي تحب تجيب مرض بالكورونا ولا راهم يتيروا عليهم بالحجر السكان ديالهم باش تشوف باللي الانسان البشر يا خاوتي اقسم بالله العلي العظيم، البشر هذايا شفناهم في حوايج خفاف برك. شغل تعرف باللي بزاف كيما في الروس كيما في اوكرانيا هذيك خطره، بزاف تعرف باللي البشر هذايا انسان يعني على جال نفسه يقتل لك، شايف يحس بشويه خوف يقتل. كانت جايه واحد الكار فيها سكان مواطنين اوكرانيين كانوا في روسيا واقلا بلشوين، كانوا حبوا يرجعوا لبلادهم ما خلاوهمش يدخلوا خاوتي، ما خلاوهمش يدخلوا. والحمد لله هنا يعني ما صرا والو، ما كانش لي حل فمو ولا هدر ولا يعني جابوا هاد الناس دوكا يدوهم للمستشفى اوني كلينيك بون. اللي يعرف بون يعرف لوني كلينيك تاع بون. دونك خاوتي على جال أسرة الانعاش، المانيا فيها 28000 غرفة انعاش، 28000 غرفة انعاش اللي يعني في الايام العادية باش تعمرها مستحيل. يعني عندك في بالك في كل واحد كيكون كوما ما راحش يكون كوما عامين ثلاث سنين ربع سنين، ماناش نهضروا على مغمى عليه، هذه كوما واحدة أخرى، أنا نحكوا على واحد يحتاج المواشن يعني باش ما يموتش. دونك هاد الناس خاوتي ما كاش بزاف لهنا في الألمان، مي دركا 28000 هادو إن شاء الله ما تكملش تتفاقم الحالة سينو يخلصوا تولي تانك لازم الألمان تبعث لبلدان وحدين أخرين. حاجة اللي راح نحكوا عليها في الفيديو تاع اليوم خاوتي، خرج واحد القرار ما عملناش كاع علاش داروه، ويعني واش علاش داروه، يعني على جال المرض هذا كورونا ولا راح يبقى هكذا. ليسونسيال هو حاجة بزاف مليحة لخاوتنا الحراقة، قال لك وقف ترحيل
اصحاب بصمه دبلن. حكينا في واحد الموضوع تاع اللجوء اللي ما شافش لا فيديو يدخل يشوفو، خليت لكم اللين ديالو تحت هذا لا فيديو. حكينا باللي اللي عنده بصمه تاع فيزا، معناتها انت جيت فيزا فرنسا ما تقدرش تجي دير اللجوء لهنا في الالمان باسكو حيرجعوك لفرنسا. وحكينا باللي اللي جا فيزا تاع اسبانيا يرجعوا لاسبانيا. حكينا تانك باللي الناس اللي جات فيزا تاع فرنسا ولا جات فيزا تاع اسبانيا ودارت اللجوء يعني في بلاد وحده، استغفر الله، حكينا باللي الناس اللي تجي بلا فيزا، يعني تجي حراقه على الترك ولا تجي نورمال ما عندها حتى بصمه، حكينا باللي البلاد اللي يدير فيها اللجوء لازم يريح فيها باسكو اي بلاد وحده اخرى تعاود ترجعوا لهذيك البلاد. دوك هما داروا قانون قال لك ألمانيا ما تزيش ترحل أصحاب البصمات. الخبر هذا خاوتي خبر مؤكد، الحاجة اللي ما هيش مؤكدة فيه وما زال ما حدوهاش أسكو غير البريودة تاع كورونا ولا لا هذه ما زال ما حكاوش فيها. ونورمال مخاوتي ما قالوش على جل الكورونا، فهمتني، ما قالوش على جل الكورونا، قرار دارو هكذايا ما على باليش. علاش؟ بسك على بالي 70% منه أنه على جل طليان، بسك طليان ما راهاش رح تزيد تعاون الاتحاد الأوروبي. اللي عنده بصمة في الطليان تاع اللجوء ويروح لكشف بلاد يعيش فيها ويقولوا له انت عندك بصمة تاع الطليان، انسى باش الطليان تاكسيبتيه، باسكو الطليان دركا راهي شغل ما عاونها الاتحاد الاوروبي بوالو. دركا كما نقولوا الالمان راهي تدي هكا فهذوما الناس اللي غراف مرات شويه، لاشينا يتعاون شويه، دونك الاوروب ما عاونتش كاع ايطاليا، وايطاليا دركا راح تولي كما نقولوا حنايا كي تخلص الازمه هذه. انا جو سوي سوري سارتان ويعني مون بوين دو فو، باسكو انا خاوتي كما قلت لكم خدمت في اللجوء بزاف، خدمت في لي سونتر دازيل بزاف، ومن بكري الطليان ما كانش تقبل اللاجئين. الطليان من بكري ما كي تعيط لها الالمان تقول لها عندنا هذا فلان عنده بصمه عندك، الطليان دائما ما تقبلوش. وشنو دركا زاد تحقدت عليهم اكثر اكثر، دونك اللي راح تكون عنده بصمه في الطليان ولا ما راهمش راح الطليان يقبلوه. وبالك انا قلت على جال هذا الشيء هما دركا انيلا وكاع القانون هذايا قال لك اللي عنده بصمه تاع دبلن ما يعاودوش يرجعوه للبلاد اللي جاء منها. يقدر يكون عنده تانك علاقه بانتشار الفيروسات تانك باش كيما نقولوا داروا حسابهم بلوطار باش ما يجيبوا لهمش، خاطر هي الالمان كيما تبعتش ما تروسوفيش، دونك باش غدوه من غدوه ما يولوش يبعثوا لها ناس اللي مراض ولا يقولوا لها هذا عنده بصمه في المانيا. دونك خاوتي الموضوع تاع اليوم الحق الاخر ديالو كيما حكينا اليوم خاوتي، حكينا على الناس اللي راهم يجيبوهم لهنايا يجيبوهم الألمانيا لخطرش قراف بزاف. نتمنى وحنا يا في الجزائر ما يصراش هاد الشيء. على بها خاوتي نقول لكم الوقاية الوقاية الوقاية، نسيو حنا ياكم شعب حنا اللي نسلكوا هاد الحالة، شغل الشعب يسلكها ماشي ما توصلش. خاطر قلت لكم ما عندكمش ما راكمش في بلاد اللي فيها مستشفيات تكلوا عليها، فهمتني، هنا في الألمان ولا في بلاد أوروبية الناس راهي كيما نقولوا حنايا تخاف على صحتها، وامام طون كي تتحتم ويدخل للسبيطار او راح على باله بروحه بلي راح يلقى علاج اللي كيما نقولوا بالك يسلك له حياته. مالغريك الدواء مازال ما اعلنوش عليه، وحكيت شحال من موضوع خاوتي مخبر تاع فانكو اخرى ويقول بلي راني على بعد خطوات من يعني من الافصاح عن العلاج، يعني باش يقول رانا لقيناه ماشي باش نلقاوه. دونك خاوتي كما قلت لكم نسيو حنايا ناخذوا الراي تاع هذا الحجر الصحي، نريح في داري الا ما عنديش حاجه نديرها، نريح في داري نيفيتي سورتو خاوتي نيفيتي صحابي، نيفيتي كاع صحابي ما نخمسش معاهم، من البعيد دائما نخلي متر ونص بيني وبين صاحبي. ما راهش حتخلص الدنيا كي ما تخمسش مع صاحبك. دوك انتم الجوامع وتغلقوا، معناتها ما كاش حاجه فوق هذا الشيء، ما كاش مصيبه قد انه الجامعه تغلق. دونك خاوتي ما دام الجامعه تغلق ما تقوليش ما نقدرش نصبرش على القهوه ولا ما نقدرش نريح نجمع مع اصحابي ولا الجامع وتغلق. يعني الشيوخ مساكن الكبار اللي يروحوا يصليوا برك ولاو مريحين في الدار، انت يا دركا يعني ما راكش حاجه اللي كما نقولوا راح يقولوا لك ريح في الدار 3 سنين ولا 4 سنين. على بالي بلي ماشي سهله هنا في المانيا خاوتي بسبب الحجر الصحي. داروا اليوم في النشرات زايده حالات العنف على النساء. عادوا الالمان عادوا يضربوا نساهم يا خويا، ما فهمناش كاع هذيك الحكايه هذه. دوك بدا لي كومونتير تحت يقول لك هم بداو يولوا رجال ليسونسيال. الله لا يوصل واحد يضرب مراه باسكو ماشي حاجه ماشي رجله كاع هذيك ليسونسيال. حنا انا نحكيو خاوتي طونك يعني احصائيات داروها في هذه الايام تاع الحجر الصحي، هم يسيو يشوفوا يعني وشو اسكن الالمان راهم يقدروا يريحوا في الدار ولا لا. لا لقاو باللي لي زالمون يريحوا في الدار، بصح لقاو باللي تزايدت حالات العنف على النساء والاطفال. يعني لو بير هذاك اللي كان يريح في الخدمه بالنهار ويجي في الليل يرقد والنهار يجي في الليل يرقد،
بلك يما يعني مرتو كانت تربي الدراري نورمال تقدر عليهم. دوكا ولا الاب كيريح في الدار ويشوف ولادو يلعبوا يضربوا يديروا الهرج وشغل ولا فيها العنف ولا بلك يضربهم ولا بلك يعيط عليهم. العنف كيقول لك العنف في الالمان عارف بلي قالها زعما انت يا ماشي شابه وسمها ودا كلاصها عنف وكلاصها شتمها وسبها بسك الله. هنا يا العنف الكبير هذاك ما كانش الحمد لله قليل وين يكون. هنا في الالمان خاوتي يكون كريم يتسمع واحد قتل مرته ولا مرأة قتلت راجلها يا كيما نقولوا حنايا حوايج خفاف اللي ما يعني كيما نقولوا حنايا اللي هما مكلاسينهم مع العنف مالغريكو صغيره ولا كبيره كيما قلت لكم. بسك الراجل ما عنده حتى دروه يضرب المراه ومهما تكون واش تكون ولا يضرب طفل صغير كيما راكم على بالكم بهذا الشيء. دونك خاوتي الحجر الصحي كيما حكينا فيه بزاف حوايج عيانين وبزاف ناس ما يقدرولوش. هم لهنا ما مش قادرين له باردو في لو موند ما راهمش قادرين له. وشنو كيعاد في فائدتنا خاوتي نسيو كيفاش نسمعوا الهضره هذه الخطره وعلى بالي بلي تقدروا لها باسكو قلت لكم ما عندكمش ما عندناش حنا نهضر طونكو الجيريا ما عندناش اسره وما عندناش مستشفيات. وتحبوا ولا تكرهوا خاوتي لو كان هذا المرض يخرج من يد الشعب راح تصرا كارثه كبيره. حاجه الاخرى اللي راح نحكي عليها خاوتي بزاف عيبات كي ندير لكم فيديو توعوي اللي تكون فيه هضره تاع طب يقول لي انت يا راك تفتي انت ماشي طبيب. خاوتي انا جسوي يوتيوبر في بلاصه ما نخرج لهنا نهضر لك على النساء ولا نهضر لك على الغنى انا نهضر معلومات مفيده يا اخي ليسونسيال يكون المصدر ديالي صحيح ماشي لازم نكون انا طبيب. معلومه سمعتها هنايا مع طبيب الماني بارطاجيها مع اولاد بلادي دونك تتوليك شغل تستفاد معايا كلي انت تانكك عايش في الالمان. هضروا هضره خاوتي اقسم بالله العالي العظيم غير بداو يستعرفوا باللي ديننا دين حق. شوف قال لك الفيروس يبقى في الانف ربع سوايع يعني قال لك اللي يغسل نيفه كل ربع سوايع قال لك هذا الانسان اللي يغسل نيفه كل ربع سوايع ما راهوش راح يمرض بهذا المرض باسكو الفيروس ما يديبلاسيش ديريكت للكور. وقال لك شكون هما الناس اللي يقدروا يغسلوا نيفهم ربع سوايع شكون هما الناس اللي يغسلوا نيفهم ربع سوايع قال لك المسلمين. اقسم بالله يا خاوتي طبيب وهذوما الحوايج ما يصرحوش بهم هكا اوفيسيال قالوا برك بلي اغسل نيفك ربع سوايع. هذا الانسان اللي قالها الطبيب هذا الالماني اللي قالها قال لك اغسل نيفك ربع سوايع وسكت ما قال والو. فهمتني شكون اللي يغسلوا نيفهم ربع سوايع ماشي حنايا كل ما نجوا نتوضاو نديروا الاستنشاق والاستنثار يا اخي تغسل نيفك كومبلي قال لك الفيروس يبقى ربع سوايع برك في نيف الانسان. هذا ما كان ربع سوايع وفوق ربع سوايع باش كيما نقولوا حنايا يهبط للكور خاطش عندك لهنا واحد الغده المخاطيه قال لك تحارب الفيروس شويه ربع سوايع تقدر تريزيستي معه ربع سوايع ومن بعد هذيك الفيروس يهبط يعني للرئه هو لو وصل للرئه صاي. فهمتوا خاوتي دونك تحيه للناس اللي تصلي الله يتقبل صلاتكم ان شاء الله. والناس خاوتي اللي ما تصليش صلاتك يعني تصليها بلا جدي ما كيما قالوا الاخر بالكورونا ولا بلا كورونا. وشنو خاوتي مليح الواحد اللي كيما نقولوا حنايا على جال المرض يعني على جال حاجه كي من هذه يبدا يصلي ماشي حاجه عيب شد في صلاتك برك. تهلاو في روحكم بزاف خاوتي نتلاقاو في فيديو جديده. مالك جرماني كان معاكم العامل رانا وصلنا. السلام عليكم.